كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. النقاش الدائر حول النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، يعني أعتقد بأن هذا النقاش كان عليه أن يكون قبل في هذه السنة أو سنتين، كان عليه أن يكون يعني مباشرة بعد مرور حوالي 5 إلى 10 سنوات لتقييم النظام الأساسي السابق لسنة 97. وبالتالي أعتقد أن كل نقاش حول أي نظام أساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين يجب أن يراعي مجموعة من الشروط الموضوعية، أهمها هو يعني مشاركة الأستاذ الباحث في يعني موقعه انطلاقا من الموقع الذي يشتغل فيه لمعرفة المشاكل التي يمكن أن يتخبط فيها ومراجعة النظام الأنظمة الأساسية يعني السابقة ومحاولة تصحيح بعض الهفوات، لن أقول الأخطاء ولكن بعض الهفوات التي كان عليها النظام السابق. كيف تقيم التجربة اللي فاتت؟ تجربة لا يمكن أن نذكر بأن هناك إيجابيات وهناك يعني لن أقول سلبيات، لأن مهمة الأستاذ هو تجاوز يعني السلبيات في حد ذاتها، ولكن مع ذلك هناك بعض يعني العديد من الملاحظات حول النظام يعني الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، أهمها مسألة التفييق داخل هذه المنظومة يعني بشكل أصبح يعني يضع الأستاذ ك يعني مع باقي الأساتذة، يعني هذا أقول هذا التفييق يعني خلق مجموعة من المشاكل والمتاعب للبحث بشكل عام، ليس يعني في حد ذاته كأستاذ ولكن المنظومة بشكل عام. ما زلنا في مرحلة مشروع، يعني ما زلنا لا نتوفر على نظام أساسي، لكن هناك العديد من الملاحظات التي أثيرت من طرف الزملاء والأساتذة فيما يخص ما هو أو ما تم الاطلاع عليه، يهم بالدرجة الأولى مستوى التواصل بين الهياكل الوطنية النقابة الوطنية للتعليم العالي التي ننتمي إليها والقواعد على المستوى الجهات الوطنية. ثم المسألة الثانية تهم بالدرجة الأولى بعض التسميات التي جاءت في النظام الأساسي أو مشروع النظام الأساسي، كما هو الحال بالنسبة للتسمية تاع أستاذ محاضر، باعتبار أن التوجه حالي نحو إطارين أستاذ محاضر وأستاذ تعليم العالي، وهذه التسمية تاع أستاذ محاضر لا تروق لمجموعة من الزملاء لاعتبارات كثيرة، ربما أن يشوفوا بأن فيها تراجع من أستاذ تعليم عالي مساعد نحو أستاذ محاضر، رغم أن هذه التسميات هي الموجودة على مستوى النظام الفرنسي متر دو كونفيرونس اي بروفيسور دونسينيمون سوبيريور. المسألة الثانية فيما يتعلق بملاحظة الأساتذة تهم بالدرجة الأولى مهام الأستاذ الباحث، إذا المادة 4 من هذا النظام أو مشروع النظام الأساسي تتحدث عن تعليم حضوري، من مهمة الأستاذ تعليم حضوري وتعليم عن بعد تتم فيه الاستعانة بوسائل التواصل الجديدة وما إلى ذلك، وبالتالي هناك تخوف لدى الأساتذة بأن هذه المسألة يعني مسألة الزمن البيداغوجي أن تطغى على مستوى الزمن البحث العلمي، وهذا سيشكل إشكال بالنسبة للأساتذة الباحثين. المسألة الثالثة تهم تدبير المسيرة المهنية للأستاذ الباحث، وهنا هناك تخوف لدى الأساتذة مما تتضمنه المادة 12 فيما يخص الانتقال من أستاذ محاضر إلى أستاذ تعليم العالي، باعتبار أن المسألة تاع مباراة وطنية رغم أنها موجودة في النظام الحالي ديال 97، يعني النصوص التنظيمية اللي غادي تخرج يعني لحد الآن غادي تبقى الأمور مبهمة أو غير واضحة.
ثم هناك مسألة لا طرق للأساتذة الباحثين، تهم مسألة التعاقد التي نص عليها المشروع النظام الأساسي، رغم أنها كذلك موجودة في النظام السابق، لكن السياق الحالي مع التجربة التي يعني نعيشها على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، إذا هناك تخوف لدى الأساتذة في هذا الإطار، خاصة وأن هذه الفئة من الأساتذة اللي هم الأساتذة المتعاقدين والأساتذة العرضيين، تتأكد المادة 24 على أن التعويضات ديالهم تؤخذ من الميزانية الخاصة للمؤسسات التي يعملون بها، وهذا سيشكل إشكال فيما يتعلق بالمهام بالمصاريف الأخرى التي تهم المؤسسة الجامعية إن تمكنت هذه الفئة من التعويض انطلاقا من هذه الميزانية. أخيرا يعني النقطة التي هي مهمة كذلك بالنسبة للأساتذة هي مسألة التعويضات التي ستمنح لهيئة الأساتذة الباحثين في هذا النظام الجديد. ليس هناك لحد الآن وضوح لاعتبار أن هذه النقطة ما زالت في إطار المناقشات بين المكتب الوطني النقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة الوزارية التي يتحاورون معها، وبالتالي تعتبر الأساتذة بهذه النقطة جد أساسية، لأن الأجور تاع الأساتذة الباحثين مجمدة لمدة أكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي يجب أن يكون هناك واحد السير في اتجاه رفع المعنويات وتحفيز الأساتذة في هذا الإطار. وأخيرا هناك تخوف جديد وأخير مرتبط بكون هذا النقاش يهم نهاية الولاية الحكومية الحالية، وبالتالي ماذا سيكون مآل هذا المشروع إن تمت هناك إن لم يتم المصادقة عليه وتغيير الحكومة، وبالتالي تغيير الأستاذ المشرف على القطاع وما إلى ذلك من المسائل التي تشكل مصدر تساؤلات بالنسبة للأساتذة الباحثين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.